ابو اميره. اول شيء بوجود طبعا اتفق معك تماما، لن نكون مع جهه على جهه بالتاكيد، وهذه قرارات صدرت عقب تحقيقات وعقب امور، يعني حسب اللي شايفينه يعني امور نظاميه وامور متبعه، وجابوا كل الاطراف وكل شيء، كل الامور ان شاء الله تكون صحيحه وان شاء الله تكون تصب في المصلحه العامه، وهذا همنا. فقط هي تساؤلات، يعني تساؤلات. الان احنا نتكلم عن لاعبين مثلا في الحيثيات التي ذكرت ومن قبل من تصريح مانشيني انه لاعبين رفضوا بشكل او باخر، طبعا شوف احنا التفاصيل مختلفه من لاعب لاخر، انهم ما معناه انه رفضوا او ما حبوا يكملوا مع المنتخب او ما عجبهم الوضع وما الى ذلك. ايضا كنت اتمنى ايضا والله بوجود للمصلحه العامه ايضا انه اللاعبين هذول قبل البطوله كانوا يعني قبل البطوله تكلموا او فعلوا ما فعلوا قبل البطوله. ايضا مانشيني نفسه كنت اتمنى انه تصدر عقوبه ايضا، غرامه ماليه على خروجه في الوقت الذي كلنا نقدناه فيه من المباراه. ايضا ما ايش يمنع، يعني ما في احد فوق، هو احد عناصر المنتخب السعودي، احد عناصر اللعبه، يعاقب بغرامه. حتى لو في احد يقول لك اعتذر، طيب ما تقول خلي اللعيبه يعتذروا، طيب خلاص انتهى الموضوع، لا ما في شيء اسمه اعتذر، يعاقب ايضا بغرامه حتى لا يتكرر هذا الموضوع، حتى العالم كله يعرف ان المنتخب السعودي هذا منتخب عظيم ومنتخب كبير، ولا يمكن ان يفعل اي مدرب مهما كان اسمه ذلك مع المنتخب السعودي. الثانيه برضو للمصلحه العامه يا وجود، والله سلمان انفرج كما قرات يعني التفاصيل انه جاء للمطار وقعد يتكلم مع الاداريين وما الى ذلك. السؤال هل كان حديثه من خلال اجتماع رسمي؟ هذا سؤال. حسب اللي قراته انه ما كان اجتماع رسمي، كلام عابر. تعرف احنا اللاعبين يعني كنا او اكثر لاعبين النجوم، اللاعبين اي لاعب احيانا يجلس يفضفض كذا، والله يا جماعه انا كنت اتمنى، يعني طيب مثلا نقول سلمان الفرج مثلا، انا يعني بتاريخي وذا يعني افضل كان ما انضم، ما يعني مو حلوه لي اقعد احتياط على اخر ايامي وخلاص، يعني مثلا بيفضفض مثلا، هذا بالتاكيد لا يؤخذ عليه. ايش الخوف هنا يا وجود؟ ايش النصيحه هنا عشان المصلحه العامه؟ اللاعب ترى يحب يكون مرتاح في المعسكر مع الاداريين مع اللاعبين، خاصه في الاحاديث الجانبيه، يعني ابغى افضفض، بتكلم افضفض مع مين؟ مع زملائي اللاعبين، مع الاداريين، اداري المنتخب، زملائي، اخواني، احنا عائله واحده. هذه كلها اتمنى تكون يعني ما تكون حدثت يعني كحديث جانبي، واخذ 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 هذا الكلام وطبقت عليه العقوبه. اخر شيء بوجود كلمه سريعه لاخي العزيز ياسر المسحي اللي اتمنى له كل التوفيق، لانه توفيقه سعاده لنا كناس نعشق بلدنا ونعشق كرتنا ونعشق منتخبنا. والله نصيحة أخوية ومحبة، وكل التوفيق لك، كل الأمنيات بالتوفيق لك يا أخي ياسر مسحل وكل من معك. إنه أسمع النقد، هذا كلام عام يعني، أسمع النقد وحب من ينقدك ولا تحب من يمدحك دائما، خاصة في ظل النتائج الحالية مؤخرا، خروج المنتخب من دور الـ16، منتخب الناشئين لم يصل لكأس العالم، منتخب الشباب لم يصل لكأس العالم، منتخب حتى في غرب آسيا خسرنا من منتخب اليمن الشقيق. في ظل هذه النتائج لابد تسمع نقد يوجهك للطريق الصحيح. اما اقعد امدحك على الفاضي والمليان، انا بالعكس ما احبك، انا اضللك واضلل المنتخبات واضلل كره قدم كبيره هي كره القدم السعوديه. اتمنى لك التوفيق اخي ياسر في سنواتك القادمه، لانه سعادتك وفوزك ونصرك وتوفيقك هو سعاده لنا، نحن نعشق كره القدم ونتنفس كره القدم، وقبل ذلك نعشق بلدنا المملكه العربيه السعوديه.